بسم الله الرحمن الرحيم. موعدنا مع مجموعة من التمارين الخاصة بالكهرباء محور ثنائي القطب إكس إلى الصبور. عندنا هنا أربعة ديال التمارين. سي فو جيتي أن كو دوي على لي شيما الأربعة، غادي تلاحظوا أن الأشكال الممثلة في الصبورة كاين واحد التشابه في واحد الحاجة. هاد التشابه هذا اللي غادي تلاحظوه معايا هو ان الدار الاولانيه فيها واحد الجينيراتور. لاحظوا معايا، لاحظوا الشكل ديالو، لاحظوا الشكل ديالو، لاحظوا الشكل ديالو. هذا الرمز ديال ان جينيراتور بارفي ديال لو كورون. دونك الاشكال كاملين غيكون فيهم ان جينيراتور بارفي دو كورون. جينيراتور بارفي دو كورون سيتادير سي ان جينيراتور كي ديليفر اللي تيعطينا واحد التيار شدته ثابته. اذا فهادشي كل اللي غنديرو راه غادي تكون شدة التيار الكهربائي. اكتب هنايا لانتونسيتي ديال لو كورون ال ريست كونستانت اي نو فاري با اي نو فاري با. تري بيان. اي حاجه اخرى غتلاحظوا بان كاين الكوندونساتور اون ريزيستانس، كاين هنا دو كوندونساتور اون ريزيستانس، ان كوندونساتور اون ريزيستانس، ان كوندونساتور با دو ريزيستانس. بما ان كاين لو كوندونساتور لا ريزيستانس، اوني اوبليجي باش نذكرو بواحد شي علاقات مهمين جدا مهمين جدا. غادي نبدا بلا ريزيستانس المونسيل اومي او بيان لو كونديكتور. لا ريزيستانس لورسكيل ترافيرسي بار ان كورون الكتريك كاين اون طونسيون او بورن ديال لا ريزيستانس. الا كانت لا طونسيون اي لو كورون اوبوزي اوبوزي سي سكون ابيل la convention récepteur ou la réceptrice. اصطلاح بالعربيه تنقولوا اصطلاح ماذا؟ مستقبل. اصطلاح مستقبل convention récepteur يعني ان منح التيار والتوتر متعاكسين. كاين واحد القانون لا لوا دوم ان لا طونسيون ايغال لو برودوي دو لا ريزيستانس فوا لو كورون. اي هذه ميمكنلاش نطبقوها الا كان لو سونس دو كورون اي لا طونسيون اوبوزي. فيت اتونسيون الا كانوا لو ميم سونس سي لا كونفونسيون جينيراتور. هنا تنزيدو واحد لو سيني موان. دونك هذه العلاقه الاولانيه تتخص لا ريزيستانس. بور لو كوندونساتور، ان كوندونساتور تتعرفوا بان الى كاركتيريزي بار اون كاباسيتي تشارج سي سي هاد الشحن سي. إلا كان ترافيرسي بار ان كورون اي عندنا اون طونسيون اونتر سي بورن اللي هي اي. هذا لو بول مثلا بوزيتيف لو كورون دابا راه جاي من جينيراتور. فيت اتونسيون الا قلنا اي غادي هكا دونك راه جاي من لو بول بوزيتيف. اذا هاد لي زارماتور هاد لارماتور بوزيتيف هادي نيجاتيف. تتعرفوا بان لو كوندونساتور اوسي الي كاركتيريزي بار اون شارج اللي هي الشحنه ديال المكتف. الشحنة المكتف هي الشحنة اللابوس الموجب. لا شارج دان كوندونساتور سي لا شارج دو لارماتور بوزيتيف. اذا كي هي لا شارج دو كوندونساتور. تتعرفوا بان كاين اون فورمول هي سي ملتيبلي بار كوا بار لا ديفيرونس بوتونسييل اي سي. ها لا فورمول الاولى دو كوندونساتور. لا فورمول الثانية هي لانتونسيتي دو كورون كي ترافيرس هذا الكوندونساتور في واحد لا دات تي دوني. كلكم عارفين سي لا شارج دو كوندونساتور ديفيزي بار كوا بار تي هي هادي. دونك حطيت لكم دابا هنا ثلاثة د العلاقات اللي غادي يعاونوني باش نخدم. تخي بيان. وستاد اش باغي تخدم؟ الهدف من هاد لي شيما كاملين راه كاينة في العنوان هو تحديد سعات المكتف. سي لا ديتيرميناسيون دو لا كاباسيتي دان كوندونساتور. ولكن بغينا نديرو لا ديتيرميناسيون دو لا كاباسيتي بار ان جينيراتور parfait du courant. Un générateur parfait du courant. Il y en a qui les générateurs parfaits de tension. Générateurs parfaits de tension, ce sont des générateurs qui délivrent une tension constante. Ou il y a des systèmes qui les équations différentielles. Et donc, il y a seulement un générateur qui va atteindre un courant, les voies l'intensité d'elle ne change pas. Il y a des systèmes. اذا الهدف من هادشي كله هو تعرفوا لي ميثود ديفيرونت الطرق المختلفه اللي تتلقاو في التمارين بيان سور
باش تجبدوا لينا لا كاباسيتي دان كوندونساتور باش تحسبوها. غنمشي لكم مباشره الى التمرين الاول. دونك ليكزيرسيس 1 غنبداو بالتمرين ليكزيرسيس 1. لو مونتاج il est constitué d'un générateur qui délivre un courant I. تمرين غادي نعطيكم s'il vous plaît la valeur ديال l'intensité de ce courant I. شوف واش كاينه في لي دوني. بيان سور كاينه. عطاونا لا فالور ديال I سميناها اي زيرو 30 ميكرو امبير. 30 ميكرو امبير هي هادي اي زيرو. عطاونا ايضا في لي دوني هاد قاطع التيار كا كاين هنا واحد لانتيروبتور كا غادي نغلقوه في واحد لاضات تي ايكال اكوا تي ايكال ا زيرو. ملي غادي نغلقو هذا تي ايكال ا زيرو غادي يدوز واحد لو كورون في السيركوي. ها غيدوز ان كورون اي زيرو في لو سيركوي الكتريك غيدوز في الكوندونساتور غادي يبدا يدوز ايضا في لا ريزيستانس وغادي يولي عندي ان سيركوي فيرمي اللي هو ترافيرسي باغ ان كورون كونتيني اي زيرو. وتضرب واحد الحاجة لوسكان كوندونساتور هذا الكوندونساتور بعدا في لي دوني il n'est pas chargé initialement يعني في الاول ما مشحونش. ملي غادي نغلقو قاطع التيار غادي يبدا يتشارجا. اش غادي يوقع لا ديفيرونس بوتونسييل انتر سي بورن غادي نعبروها بالفولت متر. لا ديفيرونس دو بوتونسييل ملي تيكون الكوندونساتور تيتشارجا تبقى طلع. اذا غادي نعبرو هاد لا ديفيرونس دو بوتونسييل نرسم عليكم هنا اي سي صح. إذن عندي هنايا واحد لا ديفيرونس دو بوتونسييل اونتر لي بون دو كوندونساتور هي هادي U. وتعرفوا واحد الحاجه الفولت متر تيقيس التوتر الموجب. اتونسيون التوتر الموجب تيكون التوتر والتيار معاكسين هادي راكم عارفينها. اش من التوتر هذا واش يو ابي ولا يو بي؟ شوفوا لي لا فلاش فين تشير. لا فلاش لا فلاش تشير لا بويسك انها تشير لا. اذا هادي سي اون تونسيون يو ابي. اذا غادي نبداو نعبروا لا فارياسيون ديال يو ابي مع الزمن وهي لا كورب اللي كاينه هنايا. اه الزمن تيتزاد لا ديفيرونس بوتونسييل تيتزاد. مساله طبيعيه ان الكوندونساتور ملي يتشارجا ان لا ديفيرونس دو بوتونسييل سا اوغمونت. يمكن واحد الوقت غادي يوصل لا ساتوراسيون. الا مشى يوصل ليا لا ساتوراسيون لا ديفيرونس دو بوتونسييل ريست كونستانت غتبقى ليا كونستانت ولكن كونديسيون نوصلوا لا ساتوراسيون يعني ان وصلنا للشحن الكلي. وهما في التمرين عطاونا او كور دو لا دو لا شارج. اوكي لا فالور دو ار دو لا ريزيستانس ار اللي كاينه في السيركوي ما عطاوها ليناش صافي ما غاديش نحتاجوها. السؤال الاول طلبوا ليا كما قلت لكم الهدف هو لا فالور ديال الماده ديال السي. بريمير كاستيون قالوا لي اعطيني ليكواسيون دو لا كورب ليكواسيون دو لا كورب. كيسيون ماتيماتيكا هاد المنحنى هذا ما تنتكلمش انا على لا بارتي دو لا ساتوراسيون في اتونسيون تيتكلموا على لا بارتي دو لا شارج. دونك سمحوا لي غادي نحيد هادي باش ما تلفكمش هادي غنحيدوها. هما سولوني غير على هادي. هادي داله خطيه في الرياضيات هي ايكغيك تساوي ا اكس. شكون ايكغيك؟ هي لا تونسيون يو ابي ها هي ا هي عندنا ا اكس هي ماذا هي تي. شكون هو ا؟ هو لو كوفيسيون ديريكتور. كوفيسيون ديريكتور غادي ناخدو دو كوبل غادي ناخد 2.5 اي زيرو غادي ندير هي 2.5 ها هي. شكون هو لابسيس ديال 2.5؟ هو عندي هنا ردوا البال كاينه 10. جو في روفوار لو غراف واش هما الارقام هما هادو وي سي سا سي سا هما هادوك. كاينه 10 20 30 40 هنا غندير 40 دونك 2.5 تقابلها 40. اذا انا غندير 40 ولكن في اتونسيون سي طون ميلي سكوند. اذا خصني نردها 10 على بيسونس موان 3 سكوند موان بويسك داله خطيه ناخذ 0 0. اذا غادي هنا 0 اي 0 غتعطينا هي 2.5 فوا 10 على بيسونس 3. 10 موان 3 طلع الفوق نغير الاشاره تو ديفيز بار 40 غتعطينا هي 2.5 10 3 هي 2500. ندير هنا 10 اس 3 3 الاصفار راكم عارفين هادشي سور 40. جو ديفيز بار كوا بار 10 غتعطينا هي 250. تو ديفيز بار كوا بار 4. اذا هنا غادي نستطع انني خرجت ماذا
لو كوفيسيون ديريكتور 25 سور 4 هي 6.24 بقى 11 هي هادي 10 ديفيزي بار 4 هي شحال هي 2 غتبقى لي 20 افيك اون فيغول اي بار 5 دونك عطاتينا الكوفيسيون ديريكتور هي 62.5 اذا في الاخر دابا غادي نمشي نعطي لي كواسيون ديالي اذا لا طونسيون يو ا بي هي هادي est égal à quoi? Est égal à coefficient directeur c 62,5 fois t. L'équation little volume madafi atmarin. L'équation de la courbe. ولكن هما فين تيقلبوا راه تيقلبوا ليا على ماذا؟ تيقلبوا على ياش؟ على لا كاباسيتي دو كوندونساتور. Je passe à la deuxième question si vous le permettez bien sûr. عطاوني une relation à démontrer. عطاوني une relation à démontrer. قالوا لي دير لي خرج واحد لا فورمول انا غنعطيكم عليه باش تسميتو يو ا بي وفيها اي زيرو وفيها تي قال لي شي ريلاسيون بيناتهم فين غنمشيو عندي لي فورمول ديال الكوندونساتور غادي نخدم كيو لا شارج دو كوندونساتور ايغال ا كوا هي سي في لا ديفيرونس دو بوتونسييل يو سي الوغ لا شارج بيتي كيو ايغال ا كوا ايغال ا سي fois quoi la tension UC je connais la tension du condensateur بالنسبه ليا انا هي UAB لاحظوا معايا هي هذه UAB alors بغاو يدخلوا اي اشنو هي لا ريلاسيون ديال كيو شوفوا العلاقه الثانيه راه عندنا جوج علاقات في الكوندونساتور كاينه كيو تساوي سي في UC وكاينه اي تساوي كيو سوغ تي غنحيد كيو غتولي استاذ هي اي في تي اذا غتولي اي ملتيبلي بار تي ايت ايغال ا سي fois quoi fois la différence de potentiel UAB من هنايا غادي نجبدوا العلاقه اللي قالوا لينا اذا كاينه اي ملتيبلي بار لو طون تي سمحوا لي اسميناها اي زيرو عطاتينا سي في لا ديفيرونس دو بوتونسييل كوا UAB سمحوا لي غادي نزيد واحد لا غروندور هنا نسيت ما كتبتهاش اي لا كاباسيتي سي دونك من هنا غادي نجبد هاد لا راسو اللي كتبت لكم انا هنايا غادي نجبد ليكسبريسيون دو لا كاباسيتي من هنا من هاد العلاقة هادي شكون هي لا كاباسيتي سي هنا هي اي زيرو فوالا ملتيبلي بار كوا بار تي اي زيرو فوا تي اي تو ديفيز بار كوا بار لا ديفيرونس دو بوتونسييل يو ا بي اذا هاد العلاقة هاد العلاقات بجوج ديال كيو تساوي سي في سي و اي تساوي و كيو تساوي اي في تي عطاونا لا رولاسيون سي ايغال ا كوا اي زيرو فوا تي سور la différence potentielle UAB. TJ سؤال ثالث. السؤال الثالث يطلبوا لي انني نحسب لا فالور دو سي. ماشي في السؤال الثالث ولكن في لا ميم كيستيون قالوا لي ديدوير لا فالور دو سي، كالكولي لا فالور دو سي. يعني بغينا لابليكاسيون نيميريك، كي غادي نحسب؟ غادي نستعمل هادشي اللي عندي هنايا، عطاتينا اي زيرو فوا تي، ها هي. ديفيزي با كوا UAB. دابا كاين اللي غادي يبغي يحسب اش غايدير؟ غادي ياخذ لا فالور دو اي زيرو كاينه في التمرين. غادي يبغي يرجع لا كورب ياخذ شي تي يو ا بي يعوضهم ماشي خطا ولكن انا بغيتكم توظفوا الجواب ديال السؤال الاول علاش طلبنا لكم في الاول تخرجوا ليكواسيون ليكواسيون ديال 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 المنحنى ديال الجراف يعني بوغ لابليكي اذا اش غادي ندير غادي ندير هي اي زيرو في تي سور كواسيون يو ا بي غنحيد يو ا بي غادي نرد هذاك الشيء اللي لقينا لقينا 62.5 فوا تي يعني غادي نحيدو يو ا بي وغادي نرجعوا ليكسبرسيون اللي لقينا اي جو سامبليفي بار تي وغتولي اي زيرو على داك الكوفيسيون ديريكتور 62.5 وندوز لابليكاسيون نيميريك عندي 30 ميكرو امبير فيت اتونسيون هنا او ميكرو امبير ميكرو امبير دي سبيسونس موان 6 امبير اي فو ديفيزي بار كوا 62.5 اذا خصنا ندوزو الان الى لابليكاسيون نيميريك ابليكاسيون نيميريك نشوفوا لا فالور دو سي شحال تعطينا دونك جي دي هي 30 ديفيزي بار كوا 62.5 هي هادي غتعطينا 0.48 عطاتني 0.48 10 بيسونس موان 6 تتعرفوا لا كاباسيتي لا كاباسيتي في لو سيستيم انترناسيونال اللي اكسبريمي كوا اون فاراد اللي اكسبريمي اون فاراد تري بيان اذا هادي لا فالور دو لا كاباسيتي دونك سمحوا لي نكتبها هنايا دونك جي دي هي 0.48 10 بيسونس موان 6 ان فاراد
هاد لا فالور دو سي اللي لقينا هي لا فالور اللي لقينا في التجربه اكسبيريمونتال. يعني ان هاد الكوندنساتور هذا ها هاد الكوندنساتور عنده واحد لا كاباسيتي. سمحوا لي غادي نكتب الارقام اللي كانوا قبيله ربما نحتاجوهم. دونك جي دي اي زيرو سمحوا لي اي زيرو سيتي كومبيان سيتي كومبيان سيتي كومبيان 30 ميكرو امبير. كانت عندي 30 ميكرو امبير و لا كورب حتى هي غنحتاجوها ربما غنخليها 62.5 فوا تي اي. هاد لا فالور دو لا كاباسيتي اللي لقينا الدراري هاد لا كاباسيتي لقيناها اكسبيريمونتال. دابا شكون اللي قال لي بان هاد لا كاباسيتي هادي اللي لقينا حنا هي لا فالور نيت اللي الصانع لو كونستركتور اللي صنعها لا فالور اكزاكت هي هادي. جا غادي يجي واحد السؤال غادي يجي السؤال ثلاثة هو ياش سمعوا مزيان الله يرضي عليكم. قال لك لو كونستركتور السيد اللي صنع الكوندنساتور اش كتفيه؟ دابا مشاو لينا الكونستركتور قال لك اسيدي بان داك الصانع هذاك الصانع اللي صنع لنا الكوندنساتور الكوندنساتور هو هذا بحال قال لك شريتي الكوندنساتور شريتيه باقي جديد لقيتي فيه واحد المعلومه كاتب لنا فيه بان السي تساوي 480 نانو فاراد كاتبين هكا 480 نانو فاراد افيك اون توليرانس سمعوا مزيان اش قالوا هنا افيك اون توليرانس ديال 10% هادشي مكتوب فيها افيك اون توليرانس ديال 10% قال لك واش لا فالور اوبتوني واش لا فالور دو لا كاباسيتي اكسبيريمونتال اللي لقيتي انت واش كونفينابل افيك لي زانفورماسيون ديال كونستركتور يعني واش هاد لا فالور اللي حسبتي انت جيتي حسبتيها واش توافق داكشي اللي عطانا الصانع اجو بعدا نشرحوا هادشي اللي عطى الصانع ماذا يمثل قال لي بان هذا الكوندنساتور دابا فهموا جديد اش نقول هذا الكوندنساتور شريتيه جديد لقيتيه في الميكا تاعو طابعين في واحد المعلومه طابعين فيه لا فالور دو سي ولكن القضيه فيها اون توليرانس توليرانس هو لانسيرتيتود هو الارتياب ملي تنقولوا بان كاين واحد الارتياب صافي دير كوا ان داك الصانع اللي صنع الكوندنساتور ما عندوش يقين بان عنده اون سول فالور دو سي يعني ان السي ما مضبوطاش اذا كاين واحد لانسيرتيتود هادي غتخلينا نحسب لانسيرتيتود اذا غادي نمشي نحسب دابا لانسيرتيتود لانسيرتيتود غادي نرمز ليها بدلتا سي عندما نقول لانسيرتيتود صافي دير كوا ان لانسيرتيتود هي 10% من هادي اذا غادي 480 نانو فاراد وغندير نضربها في 10 ونقسمها على مدى على 100 درتي عمليه حسابيه تعطيك 48 نانو فاراد اذا لانسيرتيتود هي 48 ملي تنقولوا 48 معناهاش ان لا فالور دو سي دابا غادي نرجعوا لا فالور ديالو ان لا فالور ديالو ماشي هي 480 اي غتكون اما 480 زيد عليها لانسيرتيتود ولا 480 ناقص لانسيرتيتود بلغه اخرى هنا غادي نمشيو نديرو واحد لونكادرومون دو سي دائما منين يقولوا لكم عندنا اون فالور معينه افيك اون توليرانس افيك اون توليرانس ولا بالعربيه كاين واحد نسبه الخطا ولا خطا يعبروا عليه كيما بغاو ضروري غادي تمشيو ديروا العمليه ديال التعطير عمليه التعطير مهمه جدا اش تندير غادي نكتب لا فالور اللي عطوني 480 ردوا البال معايا عافاكم تنكتب 480 ولكن راه ما صحيحاش اش غندير غادي نزيدو دلتا سي في جهه وغادي نقصو دلتا سي هذه العمليه ديال التعطير وانا متيقن بان سبق لكم شفتوها في جدع مشترك في التيار الكهربائي كنا تنحسبو اي وتنديرو لها التعطير تنديرو اي محصوره بين اي اللي عندك زائد دلتا اي وتنديرو اي ناقص دلتا اي نفس العمليه اذا غتولي لا كاباسيتي سي محصوره بين ماذا 480 غتزيدوا عليها 48 غدير 480 زيد عليها 48 لهاد الجي غدير 480 ناقص 48 وغدوز العمليه الحسابيه ديالك 480 زائد 48 غتعطينا هي 528 8 زائد 0 هي 8
8 4 12 بقى ليا 1 528 دونك 528 نانو فاراد. هذه عندك 480 ناقص 48 غتعطينا هي 432 نانو فاراد. اذا انت درتي العمليه ديال التعطير تي في لونكادرومون تي تغيتي لونكادرومون ديال الكوندنساتور. اذا هذاك الصانع اللي صنع لنا الكوندنساتور اش بغى يقول لي؟ لا كاباسيتي ديالو راه ما مضبوطاش 100% ولكن عندها واحد المجال تتكون بين 432 حتى 528. هذه معلومات الكوندنساتور ديال الكوندنساتور اللي عطانا ماذا الكونستركتور. دابا داكشي اللي الخيره ديال الصانع هذه اتونسيون هذه راه ديال الصانع ماشي انت اللي صايبتيها. دابا انت لقيتي هذا العدد واش هذا العدد اللي كونفينابل انت غادي يكون كونفينابل الا دخل في داك المجال الكونستركتور كي غادي تعرفها خاص تحولها ديال نانو فاراد تي ملتيبلي بار 10 بيسونس 9 لان 1 نانو فاراد 10 بيسونس موان 9 فاراد. اذا 1 فاراد الاكس هي 10 بيسونس 9 نانو فاراد. اذا الا ضربتي في 10 بيسونس 9 غادي تعطيكم 483 نانو فاراد. اذا لا كاباسيتي اللي لقيتها انت اكسبيريمونطال هي 480. الصانع عطاك المجال واش هاد لافالوغ داخله في هاد المجال واش 480 واش 480 داخله بين 432 و 528 بيان سور داخله يعني داخله اوكي غتقول بان فعلا ديك لافالوغ اللي لقيتي اكسبيريمونطال الي كونفينابل افيك لي زانفورماسيون ديال من ديال لو كوندونساتور ديال لو كونستركتور عفوا. غادي نمشيو للسؤال الرابع. السؤال الرابع انا غنكتبهم هنا بارد عليكم لا كيسيون 4 هيا قال لي في كيسيون 4 كالكولي لا شارج دو كوندونساتور على دات تي ايغال اكوا 3 سكوند. قال لي احسبها الا بغيتي تخرج لي لا فالور دو كيو على دات تي ايغال 3 سكوند كي اللي غيبغي يشيل الميبيال ما فيهش كيو ها فيت اتونسيون ما كاينش كيو. كاين بزاف ديال الطرق انا غادي نمشي بان كيو غندير كيو تساوي ماذا سي فوا كوا فوا اي سي. لا فالور دو سي راه حسبتها هي شحال 0.48 10 بيسونس موان 6. لا فالور دو اي سي ا 3 سكوند اما غتمشي للميبيان تقلب على لا دات تي ايغال 3 سكوند انت ما عندكش غادي تمشي ليكواسيون هي هادي غادي نمشيو ليكواسيون ها غنمشي ليكواسيون ديال او ا بي هي 62.5 فوا كوا فوا تي. Vous allez remplacer t par 3 secondes, tu calcules UAB, tu remplaces la valeur, tu multiplies par c, tu déduis la valeur de DLQ. Voilà. Très bien. Donc, هذو هما الأسئلة اللي معطيين هنايا فيما يخص التمرين الأولاني اللي فيه ان كوندونساتور كيما قلت ان الهدف هو نقلبوا على لا كاباسيتي دو سو كوندونساتور لاكسبيريمونطال. اذا بعد قليل غادي ندوزو الى امثله اخرى. بسم الله الرحمن الرحيم نواصل التمارين مع التمرين رقم 2 ليكزيرسيس 2 كوم انديكي في هذا الشيما. هذا لاحظوا معايا عندنا ان جينيراتور بارفي دو كورون كي ديليفر اون انتنسيتي اي في لي دوني راه رسمينها لكم. عندنا اون ريزيستانس غران تيغ عندنا ان كوندونساتور دو كاباسيتي سي اي فوز افي ان ميكرو امبيرمتر ميكرو امبيرمتر اللي غادي يقيس ليا لي فالور ديال لي زانتونسيتي اللي هما ضعاف لوردر ديال لي ميكرو. هنا لا كورب اللي عطاونا عطاونا ليفولوسيون ديال لا تونسيون او ا بي اون فونكسيون دي طون. لا تونسيون او ا بي اونتر لو بوان ا لو بوان ا هو اللي كاين هنا بين هاد البوان وهذا لو بوان ا اي بي. غادي تلاحظوا بان التمرين الاول حتى هو كانت عندنا يو ا بي اون فونكسيون دي طون. لاحظوا لا كورب لان بحال شوف هنا يو ا بي هنا يو ا بي هنا كاين لو طون كاين لو طون ولكن تيبان لي كاين واحد لا ديفيرونس مهمه جدا. يو ا بي هنايا هي لا ديفيرونس بوتونسيال او بورن دو كوندونساتور ولكن في اتونسيون هنايا بين ا و بي ما كاينش على الكوندونساتور. شوفوا الا قبضتي لو بوان ا هنا و لو بوان بي كيس كونترو اون تروف لا ريزيستانس بلوس لو كوندونساتور. اذا هاد لا تونسيون راه ماشي ديال الكوندونساتور هادي ديالهم جوج ماشي بحال هنا. اذا كاينه بين ار وماذا و سي. السؤال الاولاني
غيطلبوا ليا سمحوا لي غادي نعطي بها لا فالور دو اي هي 4 ميكرو امبير. راه ما كتبتهاش هنايا لا فالور دو اي معطيه هنا في لي دوني هي 4 ميكرو امبير لانتونسيتي دوني بار لو جينيراتور. لا بروميير كيسيون في ليكزيرسيس نيميرو 2 قالوا لي ديمونطري لي هاد لا فورمولا هادي ديمونطري بان لا طونسيون اي ا بي ايتيغال اون كونستانت الفا في تي بلس اون كونستانت بيتا. ملي غادي نبغي نديمونطري دابا هادي انا متيقن دابا دابا اللي تيخدم بلا العقل اش غيدير اش غيدير غيمشي لهاد لي فورمولي كاينين هنايا غيقول لي استاذ يو ا بي هي او سي اذا او سي هي كي سور تي سمحوا لي نكتب هاد لي بيتيز هادو كاين اللي غيقول لي استاذ يو ا بي هي او سي تنتكلم اللي تيخدم بلا العقل شكون هي او سي استاذ هي كي سور كوا سور سي هيا غادي يخلي لي السي غيمشي الكو غادي يجيب لي اف تي غيقول استاذ يو ا بي هي اف تي سور سي. هاد الجواب اللي كتبتي لي هنا يو ا بي ايغال اي تي سور سي اي اف تي سور سي اي لي ديفيرون لهادشي كامل يعني تتخربق يعني تتخربق لان راه كاين الناس اللي تبدا تخربق العقل ما تيخدمش. عمرك ما تكتب لي شي ديفيرونس دو بوتونسييل ما عمرك تعطي ليكسبريسيون ديالها وانت ما عرفتيش ديالاش. يعني اول حاجه تمشي ترسمها بعدا نتفاهم خصني نرسم لا ديفيرونس بوتونسييل يو ا بي فينا هو لو بوان ا هو هذا فين بي هو هذا تاخذ واحد المسطره غترسم واحد لا فليش بحال هكا وغتكتب فيها لا ديفيرونس دو بوتونسييل يو ا بي فين غتمشي لا فليش. قلنا بان دابا باديه بالا خاص لا فليش تشير الأ اول حاجه il faut représenter la différence potentielle UAB. واحد قال لي يا استاذ ماشي هكا غادي نرسمها سمحوا لي لان تنحاول نطرح جميع الحالات اللي ممكن انت براسك تفكر فيها انت براسك. واحد قال لي يا استاذ غندير هكا سمعوا لي عجب سمعوا غندير يا استاذ هكا وعندي لا كاباسيتي دو كوندونساتور استاذ هي هذه استاذ لو بوين ا هو هذا لو بوين بي استاذ هو هذا استاذ ماشي هكا غندير ليها استاذ غندير هكا وندير ليها هكا وها هو لا طونسيون يا عبي. في جدع مشترك و بروميير اني باكالوريا عمرنا ما تنرسمو اون طونسيون بحال هكا تنرسموها بان فلاش ما عمرش تانا هاد العجب هذا هذا ممنوع واخا بيني وبينك راه ماشي خطا ولكن ما لا اون فلاش شنو تتقد ديرها في الفيراجات هنايا شي ما خدامش هادشي هذا. كاين اللي غادي يقول ليه راسو سمعو دابا واحد الحاجه سمع مزيان كاين اللي غادي يمشي هاد لا يقول ليا هي هادي هذا بغى يبدا يبدل ليا في لي دوني ديال التمرين غيحط هنا وغيجي يقول لي استاذ ها انت استاذ يا راه هذه هي يا عبي اذا انا استاذ دابا يا عبي هي لا طونسيون دو كوندونساتور. اولا الشريف الله يرحم والديك واش هذا البوان ا هو هذا هنا تنطرح سؤال مهم واش لو بوتونسييل داك الجهد في ديال الجدع مشترك واش هاد البوان وهاد البوان عندهم لو ميم بوتونسييل واستاذ جاب البوتونسييل الهضره كيفاش جاب الهضره واش فراسك بان يو ا بي هو البوتونسييل اون ا موا لو بوتونسييل اون بي ما يمكنش يكون هاد البوان وهاد البوان عندهم لو ميم بوتونسييل باسكو كاينه هنا اون ريزيستانس ماشي غير قضيه اون ريزيستانس فين ما يكون اونتر دو بوان شي اباراي سوف لامبيرمتر راه البوتونسييل سون ديفيرون لو بوتونسييل ماشي لو ميم فيت اتونسيون يعني انت ملي غتجي تحيد غتجيبو هنا درتي واحد الخطا قاتل ما يمكنش هاد الاي يكون هو هذا امتى غيكون كون قلتي لي مثلا كاينه بي هنا وانت تبدلها لهنا ما كاين حتى مشكل لان هنا كاين غير فيل ملي تيكون ان فيل بدل ما كاين حتى مشكل ولكن بين هاد البوان وهذا كاينه اون ريزيستانس ما خصكش تبدلها يعني هذاك الاخص يبقى في بلاصتو ما تقيسوش ما تقيش. كاين اللي غادي يدير واحد القضيه اخرى انا عرفت شي بعضنا اش تيديروا غادي يخلي اه هي هادي واسمعوا اش غيدير غادي يمشي يدير اغ هي هادي ها لا ريزيستانس اغ شتي هذاك الكوندونساتور اللي كاين في داك السلك الرأسي هو غادي يبدل ليه البلاصه غيجيبو هنا يعني غادي يشد الكوندونساتور يطلعو ويجيبو مع اغ في نفس الخط هنا ما كاين حتى مشكل ما كاين حتى مشكل ماشي خطأ وبي غادي يبقى هنا بحال الا شديتي دابا هاد البوان بي طلعتيه لهنايا ولكن الكوندونساتور شديه الوسط وغتمشي دير لا طونسيون او ا بي هي هادي وغتقول له استاذ هي ماشي خطا ولكن الله يرضي عليكم انا الهدف في التمرين
ماشي نعلمك كيفاش غادي تبقى تبدل ليا في لي كومبوزونت ولا. حنا الهدف ماشي هو يو عبي، الهدف هو ديمونتري لا فورمول. اذا بالنسبه ليا غادي نمشي لا ريبريزونطاسيون فاسيل، عندي ا اي بي، ما نقيس حتى حاجه، ما نبدل والو، ما نغير والو، تندير واحد لا فلاش غاديه من بي ل ا وتنرسم يو عبي وصلت على رسول الله وانا هاني خصني نكمل خدمتي. اشنو يو عبي؟ دابا انت اش عندك في السيركوي؟ عندك لا ريزيستانس الكوندونساتور، كلا نقول استاذ هي اغي الله يهديك، استاذ لا هي كي سيغ سي الله يهديك، استاذ هما بجوج الله يهديك. ما تجيش تكتب اللي قالك راسك، خصك تقنع تشرح. ماذا نجد اونتر ا اي بي؟ تلقاو لا ريزيستانس الكوندونساتور. اتونسيون، يعني ان بين او بي راه عندكم اون ريزيستانس ان كوندونساتور. هنا واحد الحاجه تدق، هي لا لوا داديسيون دي طونسيون، لا ديفيرونس دو بوتونسييل اونتر لي بورن ديال دو كونديكتور غتكون هي لا طونسيون ديال الاول زائد لا طونسيون ديال الثاني. اذا قبل ما تعطيني دابا لو ريزولطا خاصك دوز من لا لوا داديسيون دي طونسيون. غتعطينا يو ا بي، ردوا البال معايا عافاكم، اشوي على لوا داديسيون دي طونسيون. الا باغي تمشي من ا ل بي اختار شي بوين هنا عندك تسميه ا، اتونسيون سمي ام مثلا، سمي ام غيعطينا هو يو ا ام، يلا زيد. الا درت ام هنا الاخرى غتعطينا يو ام سي، بحال لا لوا دو شال، بحال ماشي قلت لا لوا دو شال، بحال لا لوا دو شال. عندك ال ا ها هي، عندك لو بوين بي، اسمحوا لي لو بوين بي ها هو، جي انتركالي لو بوين ام بيناتهم لداخل. اش غتعطي؟ خصني نرسم لا طونسيون يو ا ام في الشكل، خصها ترسم فين يو ا ام، خاص يكون اون فلاش غادي من ام ل ا، هادي سي لا ديفيرونس دو بوتونسييل يو ا ام. شكون هي يو ام بي؟ غتمشي لو بوين بي وطلع الام هنا، هاي هادي سي لا ديفيرونس دو بوتونسييل غادي من ماذا؟ من بي الى ام. خصهم يترسموا، ملي غترسموا بدا تعوض. اشنو هي يو ا ام؟ اش عندي بين ا و ام؟ عندي اون ريزيستانس، لا لوا دوم ديال لي كونديكتور اوميك، غدير ايغي. واحد قال لي استاذ علاش ما درتيش موان ايغي؟ شوف معايا مزيان ولدي الله يرضي عليك، شوف لو سونس دو كورون اي لو سونس دو لاتونسيون سون توبوزي. علاش انا مشيت رسمت لكم لي فلاش؟ باش تلاحظ الرسم مهم، باش تلاحظوا لو سونس دو كورون او لو سونس دو لاتونسيون اوبوزي باش ديروا ايغي. لان من يدري تلقى شي تمرين، انا قلت من يدري تلقى شي تمرين فيه لو سونس دو كورون او لا طونسيون لو ميم سونس، راه غدير موان في طونسيون. اذا اي ما كاين مشكل. زيد شكون هي او ام بي؟ كيس كون تروف اونتر لو بوين ام اي بي؟ جو تروف لو كوندونساتور. اذا هذه هي لا طونسيون دو كوندونساتور، هي هذه، راه هي هذه. اذا غادي نحيدو دابا حنا يو اي بي ام، غتولي هي يو سي، وشكون يو سي؟ هي كي سيغ سي. اذا غترد هادي كي سيغ سي. شوف لي العلاقه اللي الفوق، كاين لو طون، لو طون خصو يدخل. غتخلي لي هنا ار اي، ار اي اوكي بلس كوا كي سيغ سي، غادي نحط لي السي خصها تدخل تي. العلاقه ديال كي بالعلاقه الثانيه هي اش؟ هي اف تي، غتعطينا اي ملتيبلي بارتي سيغ سي، وهذه لا ديفيرونس دو بوتونسييل يو ا بي. واش هاد لا غولاسيون كونفينابل مع هادي؟ بيان سور. هانتوما شوف واش لقيت هنايا، لقيت انا بان لا ديفيرونس دو بوتونسييل يو ا بي، سمحوا لي غنقلب هما، غتعطينا اي ديفيزي بار سي لو تو فوا تي بلس كوا ار فوا اي. بيان سور سي كري دو لا فورم واحد الالفا تي بلس كوا بلس بيتا. وفي التمرين راه طلبت منكم تحددوا لي لي زيكسبريسيون ديال الفا اي بيتا، سيتادير شكون اللي غادي يلعب الدور ديال الفا؟ يلا استاذ هي اي سور سي، تري بيان. شكون اللي غادي يلعب لي الدور ديال بيتا؟ استاذ هي ار ملتيبلي بار كوا بار اي. هذا السؤال الاول، لا كيسيون نيميرو 2. دابا الهدف من التمرين تيدور على ديتيرميني لا فالور دو لا كاباسيتي سي. السؤال الثاني قالوا لي اعطيني ليكواسيون دو لا كورب، ليكواسيون
ديال لا كورب. داله تالفيه، داله تالفيه في لي ماتيماتيك غتعطينا هي اش هي ا اكس، اكس هو تي، ردوا معايا البال، زائد ماذا؟ زائد بي. شكون هو بي؟ الارتب عند الاصل، الارتب عند الاصل هي المنحنى هو شحال؟ هو جوج، وراني عاطيها في النظام العالمي اون فولت. شكون هي ا؟ هو الكونفيسيون ديراكتور، غادي ناخذ زوجين. غادي ناخذ في الاول 6. الى درنا 6 بروجيكسيون تعطينا 10. ناخذ زوج اخر، خذوا لي 2. اشنو هو الزمن ديال جوج بالاسقاط؟ هو 0. 6 موان 2 سي 4، 4 سور 10 هي 0.4. اذا كوفيسيون ديراكتور سي 0.4. من بعد غادي نمشيو نعوضوا، ها من بعد غادي نعوضوا، غتعطينا لا ديفيرونس دو بوتونسييل او ا بي هي اش ا هي 0.4 فوا تي بلس بي هي 2. ها ليكواسيون 2 لا كورف. السؤال 3، السؤال 3 غيطلبوا لي لا فالور دو سي ولا فالور دو ار. في الراي ديالكم كي غندير نجاوب؟ اكيد هذا النوع ديال التمارين راه طرقنا لهم في لا فيزيك نوكليير، ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، شحال خدمنا فيهم. اوكي غادي ترجعوا لي لي زيكواسيون بجوج. لي زيكواسيون ناخذوا هذه، ردوا معايا البال، هذه اللي درنا لها لا ديمونستراسيون سميها ا، وهذه درناها من لا كورب نيميرو 2. هاد او ا بي هي او ا بي، غادي ندير واحد لانالوجي، لا لانالوجي بالعربيه المماثله ولا التماثل. الى درنا لانالوجي، شكون اللي غادي يلعب الدور ديال الفا؟ عندنا هنا تي وعندنا تي، اذا الفا هي 0.4، قضيه فيها لانالوجي. شكون اللي غادي يلعب الدور ديال البيتا؟ الى قبضتي بيتا في ليكواسيون الثانيه عندكم هنا بلس وهنا بلس، سيتادير بيتا هي جوج، اذا القضيه فيها اون انالوجي. غنكمل امبليك. شكون هي الفا؟ اش قلنا قبيله في الفا؟ راه مكتوبه الفوق، الفا هي اي سور سي، اذا اي سور سي هي 0.4. شكون هي بيتا؟ ردوا البال معايا عافاكم، بيتا استاذ هي ار اي، اذا غندير هنا ار اي. هاي هاد الكتابه الثانيه اش غتعطينا؟ غتعطينا لا فالور دو ار. ار هي 2 ديفيزي بار اي، هي 2 سور. شحال عطيت في لا فالور دو اي؟ 4 ميكرو امبير، 4 ميكرو امبير، 4 10 بيسونس موان 6، 2 سور 4 هي 1 دو مي هي 0.5، ها هي 0.5، 10 موان 6 غتطلع الفوق تولي 10 بيسونس 6، غتعطينا 5 10 موان 1 والاخرى غتعطينا 10 بيسونس 5، موان 1 بلس 6 هي 5. لا ريزيستانس اكسبريمي اون اوم، ها الجواب. كي اللي غيقولوا استاد ار كبيره، اش دخلك فاش؟ راه كي اللي تلقى دي فالور تيبدا يحلل من عنده، لا ار كبيره، فين هو المشكل؟ كاين دي ريزيستانس كبار، ماشي مشكل هذاك. شكون اللي بقات ليا؟ ار لقينا، بقات ليا لا كاباسيتي سي، غنشد هذه، شوف هذه المتساويه هذه، غتعطينا لا كاباسيتي سي، سي فوا 0.4 هي اي، إذن غتعطينا اي سور 0.4. لا فالور دو اي هي 4 كوا؟ 4 ميكرو امبير، تعطينا 4 ميكرو امبير 10 بيسونس موان 6 امبير، فيت اتونسيون خصكم تحولوها لامبير، سور كوا؟ 0.4 ايكال 4 سور 0.4 هي 10، 10 فوا 10 موان 6 هي 10 على بيسونس موان 5 فاراد. إذن لقينا في الاخر لا فالور دو لا كاباسيتي ديال هاد الكوندونساتور اللي هي تنقلبوا عليها هي السي. التمرين الثاني سالينا، اذا كما قلت لكم تلاحظوا معايا بان هاد التمارين هادو كلهم تيدوروا حول لا ديتيرميناسيون دو لا كاباسيتي دا كوندونساتور. غير غتلاحظوا في التمرين الثاني ماشي غير لا كاباسيتي اللي خرجنا، خرجنا لا كاباسيتي وخرجنا معاها اون ريزيستانس، ولكن ما كاين لا لي زيكواسيون ديفيرونسييل لا هم يحزنون. لي زيكواسيون ديفيرونسييل غادي يدخلوا في لي جينيراتور بارفي دو طونسيون. غادي ندوز ليكزيرسيس نيميرو 3. ليكزيرسيس 3 الى مشيتو تشوفوا لو سكيما ثاني من جديد، عندكم جينيراتور بارفي دو كورون،
L'interrupteur fermé à la date t égale à 0. Et comme juge dans les condensateurs C1, C2. Et comme une résistance. La courbe li atawna, atawna la courbe dielesh, diel Q en fonction diel UAB. Fina y a la tension UAB. هي هذه. ماذا نجد بين A و B؟ نجد دو كوندونساتور. يعني فهم أن هاد لاتونسيون سي لا ديفيرونس دو بوتونسييل أو بورن ديال إش؟ أو بورن ديال إما سي أن ولا سي دو ولا سي إيكيفالونت. أنا كتبتها هنا. إلا كانت U هي U أونتر A و B، شكون هي Q؟ واش هاد كو واش ديال سي ان؟ الا سمينا مثلا المكتف الاول لا شارج ديال اللابوس الموجب كو ان ولا خو نسميها كو دو. واش هاد كو هي كو ان؟ لا. واش كو هي كو دو؟ لا، لان كو عندها علاقه ب ا بي. بما ان بين ا و بي كاين دو كوندونساتور، اذا هادي ديال لو كوندونساتور ايكيفالون. علاش؟ لان تنخدمو بين ا و بي، ou bien A ou B kainin juge ta les condensateurs. Atawna la valeur de E 4 microampères ou kain SCF tmrin atawna C1 7,5 microfarad. Ach gait l'bou liya fissu al l'oulani. N'hiit chik smihou liya wa 7,5 ou hi yadik. Ssu al l'oul gailu liya chnou wa l'hadaf men terkib les condensateurs en parallèl. Achnou wa l'hadaf l'été khillina نستعملوا المكتفات مركبين على التوازي. في الكور درناها، تتعرفوا بان التوازي اش تيدير؟ تيكبر السعه، راه باينه في لا غولاسيون دو سي. في التوازي تنديروا السي ايكيفالونت هي لا سوم دي سي. منين تدير انت لا سوم دي سي؟ اذا تتكبر لا فالور، تدير سي ان بلوس سي دو بلوس سي تروا. اذا باش تلقى شي كوندونساتور دو كاباسيتي كبيره، الا ما عندكش اش غدير؟ غادي تعرم ليا لي كوندونساتور اون باراليل تطلع لا كاباسيتي. إذا التوازي تكبر السعة، إل أمبليفي لا كاباسيتي، إل أوغمونت لا كاباسيتي، أما في أون سيري، إل ديمينو لا كاباسيتي. أوكي، السؤال الثاني، السؤال الثاني سهل، قالوا لي خرج لي سي دو، قالوا لي كالكولي، هذه لا كيسيون راه هضرت عليها، قال لي كالكولي لا فالور دو سي دو. كاينة لا كورب، الله يرضي عليكم، فين ما تلقاو أون كورب، عطي ليكواسيون ديالها. هذيك دالة خطية، غتعطينا إيكغيك، شكون إيكغيك هي كو، تساوي أف إكس، شكون إكس هي يو أ بي. هاي، غادي نمشيو نقلبو على لا فالور دو أ، لو كوفيسيون ديغاكتور، كوفيسيون ديغاكتور أ. دونك غتعطينا أ إيكال، ناخدو زوجين، كاين لو زيرو زيرو، كاين تا مشكل. شوفوا معايا هاد البوان هذا فيه ان وفيه ان، اذا الفوق غادي نديرو ان، ردوا لبراه بالميكرو كولومب. ميكرو كولومب هي 10 على بيسونس موان 6. شكون له هو لابسيس تاعو؟ هي 1 فولت، اذا ديفيزي باغ 1. اذا هذاك الا غادي يعطينا 10 على بيسونس موان 6. اذا غتولي عندي كو هي 10 على بيسونس موان 6 فوا لا تونسيون او ابي. هادي ليكواسيون ديال من دو لا كورب، انت لقيتيها. قال لك اعطيني سي دو. فكروا معايا من هنا كي غادي تلقاو لي سي دو، واش كاين شي علاقه بين كي و سي؟ دابا خصكم ترجعوا لي فورميل جينيرال، راه مكتوبين حدايا هنا اهو. فين هي؟ استاذ كي تساوي سي في اي سي، تتكتبها كي تساوي سي في اي سي. هنا خص ترد معايا البال، الله يرضي عليك، عرض البال. واش هاد السي واش هي السي دو؟ واش هاد السي هي السي ان؟ واش هاد السي هي شي حاجه اخرى؟ باش تعرفها، هاد كو اللي كاتبين هنا هي هادي، وهذا اش قلنا قبيله؟ قلنا هي كو ديال لو كوندونساتور ايكيفالون. وخير دليل ان هاد او ا بي هي ديال لو كوندونساتور كوا ايكيفالون. معنا راه غتحيد دابا، دابا الا درنا او سي راه غترجع تكتب ليا كو تساوي سي في او ا بي. علاش؟ باش ندير لانالوجي بين هاد لا فورميل وهادي. منين تنقولو او ا بي، كيس كون تروف اونتر ا اي بي؟ اون تروف دو كوندونساتور. الا كنا اون تروف دو كوندونساتور، خاصك هنا اللعبه هي دير سي ايكيفالونت فورميل نيميرو 2. غتشد ليا لا فورميل 1 ولا فورميل 2
تي في لانالوجي. ملي غادي دير اوليدي الانالوجي عندك كيو هي كيو هنايا او ا بي هي او ا بي دونك لا كاباسيتي ايكيفالونت هي 10 على بريسونس موان 6 فاراد. انا ما سولتكش على لا كاباسيتي ايكيفالونت, انا سولت على السي 2. غترجع غتقول بان السي ايكيفالونت هي اش سي تان سيركوي اون باراليل تنجمعوا لي كاباسيتي غتولي سي 1 بلس سي 2 وغتجيب لي السي 2. اذا هي السي ايكيفالونت موان سي 1, سي ايكيفالونت هي شحال 10 بيسونس موان 6. لا فالور دو سي 1 راه عطيتها في لي دوني هي 7.5 ميكرو, 7.5 ميكرو فوالا 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 فين كتبتها راه سي 2 7.5 ميكرو فاراد هي 7.5 10 بيسونس كوا موان 6. تفي لي كالكول ديالك وغادي تجبد ليا لا فالور دو كوا لا فالور دو لا كاباسيتي سي 2 سي 2 7.5 10 بيسونس موان 6 سي سا سي ايكيفالونت تنتن اون توكا. المهم يبدو ان هذا الرقم هذا اللي عطيت هنايا ماشي يمكن هذا الان هذه يسمحوا ليا هذا الان نو نو سي سا غير هذه ماشي 7.5 ميكرو فاراد 0.5 ميكرو فاراد 0.5. اذا غادي ندير هنا 0.5 ميكرو فاراد غادي نقص سي 1 من سي ايكيفالونت وغادي نجيب لا فالور ديال ماذا ديال لا كاباسيتي سي 2. تمرين رقم 4 تا هو نفس الشيء غادي يدور على لا ديتيرميناسيون دو لا كاباسيتي سي دان كوندونساتور. غير التمرين 4 اش فيه في ان جينيراتور لاحظوا معايا عندنا ان كوندونساتور ما كاين لا ريزيستانس لا والو ولكن لا كورب ماشي داكشي اللي ولفتو لا كورب اش فيها فيها لينيرجي اون ماغازيني في الكوندونساتور اون فونكسيون ديال من او سي كاري. الا عطيناك هاد لا كورب هادي غيقول لك جبد ليا لا فالور دو لا كاباسيتي. ما بغيتش نعطيكم الاسئله اون ديتاي, انا عطيت سؤال مباشر باش نشوف كومون اون ريزون ساهله. اش غندير اش قلنا قبيله غنمشيو لك ليكزيرسيس 4 غنمشيو ليكواسيون دو لا كورب اي ايكال اكوا اي اكس غادي نخرجوا ا هو الاول الداله خطيه 0 0 اعطوني شي اورتو تما استاذ ان ولكن راه ماشي ان هذاك ان ديس موان 4 ردوا البالا 1 فوا 10 موان 4 سور كوا سور 2 الاوفسول ديال ا واحد هو هو جوج ارض البال بالفولت الكاري فولت كاري سيستم انترناسيونال. هادي غتعطينا 1 دومي 0 5 5 10 موان 1 غتعطينا 5 10 على بويسونس موان 5. اذا شكون ايكغيك هو لينيرجي الكتريك في الكوندونساتور تساوي ا 5 10 بويسونس موان 5 شكون اللي تلعب الدور ديال اكس اس سي كاري. هادي فورمول 1. دابا هنا تنشتغلوا على جوج الواجهات, تتشتغل على لا كورب وتتشتغل على العلاقات اللي كاينه في الدماغ ديالك. لا كورب دوزتها اعطيني العلاقه اللي تتعرف استاذ تنعرف بان لينيرجي اللي كاين في الكوندونساتور شنو هو. اعطوني العلاقه ديالو كاين جوج اللي فيها سي كاري هي ان دومي سي فوا اي سي كاري فورمول نيميرو 2 لانالوجي هذه هي هذه اي سي كاري هي اي سي كاري سافو دير كوا 5 10 بيسونس موان 2 هذا العدد هذا 5 10 موان 2 غيساوي ماذا غيساوي سي سور 2 هذا غيساوي سي فوا 1 سور 2. اذا شكون هي سي 5 10 بيسونس موان 5 10 على بيسونس موان 5 فوا 2 غتعطينا 10 فوا 10 موان 5 هي 10 بيسونس موان 4 فاراد على فالور 2 لا كاباسيتي لقيناها من خلال المنحنى ديال الماده ديال اس. وبالتالي عطيت هنا واحد مجموعه ديال الامثله ديال التمارين اللي غادي تخلينا انكم تعرفوا تجبدوا لا كاباسيتي. غير هنا واحد الملاحظه راه كاين طرق اخرين باش نجبدوا لا كاباسيتي دان كوندونساتور ولكن بلي زيكواسيون ديفيرونسييل. ملي تنبداو نديرو في لي زيكواسيون ديفيرونسييل تنديرو ان جينيراتور بارفي دو طونسيون تدخل في ليكواسيون ديفيرونسييل في لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسييل تولي علامة اخرى. اذا كاين دو ميثود سوا لا ميثود لا بلو سامبل هو لي جينيراتور بارفي دو كورون. عطيتكم الامثله تقريبا اللي كاينين هما هادو في انتظار ان شاء الله امثله اخرى ولكن بلي زيكواسيون ديفيرونسييل. جو فو دي او روفوار السلام عليكم.